ناخد بقى مثال، ناخد مثال على الكلام ده بقى عشان ايه نفهم الكلام ده اكتر. المثال بقى بيقول لنا ايه؟ اكزامبل 1 معانا. انو ويل، انو اويل ويل بروديوس 400 ستوك تانك بارل بير داي فور 3 دايز. Then it was shot in for a pressure build up test. مديني ان البيتا او بتساوي 1.25 بارل لكل ستوك تانك بارل. تمام. ومديني ان السكنس بتساوي 20 فيت. ومديني البروستي بتساوي 2/10. ومديني الار دبليو او الوول راديوس بتساوي 29% فيت. ومديني التوتال كومبرسيبيليتي بتساوي 19.5 × 10^6. ومديني الاويل فيسكوستي بتساوي 1/1. تمام. المطلوب بقى استيميت سيفورميشن برميابيليتي اند انيشال ريزرفوار بريشر اند السكين فاكتور. جميل قوي. الحاجات دي قلنا عليها. تمام. اول حاجه مديها لي ايه؟ مديني الدلتا تي الشاطن تايم، ومديني البوتوم هول فلوينج بريشر. لما الدلتا تي بتساوي 0 كان البوتوم هول فلوينج بريشر بتساوي 11165. تمام. ومديني برضو لما كان بساعتين، ولما كان باربعه، ولما كان بثمانيه و16 و24 و48 ساعه كان الضغط بكام. تمام. نعرف نعمل الكلام ده؟ نعرف نعمل. ننظم حلنا الاول. ننظم حلنا هنعمل ايه؟ هنجيب الجيفن داتا. الجيفن داتا في المساله تمام زي ما احنا متعودين. الجيفن داتا مديني ايه؟ مديني ان كيو بتساوي كام؟ 400. مديني ايه كمان؟ مديني ان البيتا او بتساوي 1/25. مديني ايه كمان؟ ان الاتش بتساوي 20 والبروزيتي بتساوي 2/10 والار دبليو بتساوي 29%. تمام. ومديني ان السي تي بتساوي 19.5 × 10^6 والاويل فيسكوستي بتساوي 1/1. تمام. عايز بقى ايه؟ كي والريزرفوار بريشر والسكين فاكتور. دول ايه؟ ريكوايرد، مطلوبين. تمام. اول حاجه هنعملها هنعمل ايه؟ هنجيب الايه؟ البرودكشن تايم اللي هو التي بي. قلنا التي بي بتساوي كام؟ بتساوي قلنا 24 في الان او على الكيو او. تمام. طب هو اصلا مديني كام؟ بيقول لي 3 دايز. يبقى 3 كام في 24 هتديني كام؟ 72 اور. تمام. تمام. ده هو مديني التايم على طول، خلاص يبقى انا هحوله للاورز عندي. تمام. تمام. ممكن اخليهم 3 دايز، بس هعمل ايه؟ هضطر ان انا احول الايه الشاطن تايم لدايز. لا، ده انا احول ايه الدايز لاورز احسن. تمام. ركزوا معايا عشان ايه؟ خلوا بالكم من الوحدات، في ممكن يبقى اورز وممكن يبقى في دي. تمام. جبنا اول حاجه البرودكشن تايم. تمام. اجيب بقى الايه تي بي زائد الدلتا تي. الدلتا تي عند كل ايه؟ تمام، برافو، عند كل بريشر. تمام. صحصحوا كده معايا. هقوم عامل تيبل عند كل بريشر. اقوم ايه جايب عند البريشر، هجيب الايه تي بي زائد الدلتا تي على الدلتا تي. تمام. في الاول اشوف انا معايا سيمولوك بيبر ولا معايا بيبر عادي. انا دلوقتي بالنسبه ليا معايا البيبر العادي. تمام. بس لو في سيمولوج كان هيبقى اسهل، بس احل على الايه؟ على الورق العادي. فاضطر ان انا اجيب الايه اللوج تي بي زائد دلتا تي على الدلتا تي. تمام يا هندسه. اعمل ايه؟ اجيب عند كل بريشر 1165 كان ده بزيرو، يبقى ده زيرو. تمام. بعد كده كان في 1801، بعد كده 1838، بعد كده في 1865، بعد كده في 1891، 1905 و 1925. تمام.
اجيب بقى التي في زائد دلتا تي على الدلتا تي. انا قلت اول حاجه ايه؟ كان الدلتا تي اول واحده عندنا بكام؟ كانت ب كام؟ كان ب2. يبقى هقول 2 زائد 72 على كام؟ على الاثنين. طلعت بكام؟ ب37. اجيب لها اللوج، يبقى اللوج الانسر هتساوي كام؟ هتساوي 1.568. تمام؟ اعرف اعمل الباقي كده؟ اعرف اعمل، كان هنا الدلتا تي بتساوي 4، يبقى هنقول 4 زائد 72 تساوي كذا على 4 بتساوي 19. اعرف اخد لوج 19، اخد لوج 19 طلع بتساوي 1.278، كان هنا 19. اعرف اعمل الباقي كده؟ اعرف اعمل الباقي كده، هنا التي بي زائد دلتا تي على دلتا تي طلعت بكام؟ ب 10. اللوج 10 بكام؟ كام؟ بواحد. تمام.